منورينا الزملاء الافاضل من كل مكان. ان شاء الله على بركه الله نبدا في خلال دقيقه واحده. النهارده اليوم موعدنا واحنا سعداء الحظ بان اليوم بيتفضل بالشرح والتعليق والعرض استاذنا الكبير الاستاذ مصطفى مسلم، مدرس اول لغه انجليزيه بإدارة سوهاج التعليميه، ام اي اي اكسبيرت لدى شركه مايكروسوفت، ماستر ترينر معتمد من وزاره التربيه والتعليم. ان شاء الله على موعد الان مع عرض وشرح وتحليل لتطبيق من افضل تطبيقات اوفيس 365، تطبيق تيمز. نتمنى لمستر مصطفى كل التوفيق، ونتمنى ليكم ولينا ان شاء الله متابعه جيده. نتفضل مستر مصطفى بالعرض والتحليل. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا 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 يا مستر ناجح على المقدمة الرائعة دي، تعودنا على حضرتك منها على طول. وأولا أنا برحب بكل الحضور اللي معانا، وأتمنى محاضرة ممتعة إن شاء الله وفيها إفادة. وهنبدأ بعون الله تعالى النهاردة إن شاء الله مع بعض نستعرض واحد من أهم تطبيقات مايكروسوفت أوفيس 365 أو أوفيس 365 اللي بيستخدم في العملية التعليمية، وهو تطبيق مايكروسوفت تيمز. مقدمة سريعة كده عن التطبيق. تطبيق مايكروسوفت تيمز بنعرفه على ان هو يعتبر منصة رقمية تتيح للمعلم والمتعلم مساحة عمل لمحادثات موجهة، وبتتيح لهم كمان التعاون في مكان واحد، كمان بالإضافة إلى العديد من أساسيات الفصل الدراسي كمحتوى منهجي مثلا أو تكليفات للطلاب وغيرها. وكمان تيمز أو تطبيق الفرق يعتبر مكان مثالي للعمل كفريق بالنسبة لإدارة المدرسة، إن هي بتتيح لمدير المدرسة إنه ممكن يعمل عملية تعاون أو اتصال مباشر مع الصف أو الهيئة الموجودة من معلمين وإداريين وخلافه في مكان واحد فقط، وهو مايكروسوفت تيمز زي ما هنشوف مع بعض خطوة خطوة. طيب نبدأ على بركة الله كده البداية المعتادة لأي تطبيقات أوفيس 365، وهو كيفية الوصول إلى التطبيق. أتمنى كده في البداية يكون الصوت واصل لحضراتكم بشكل واضح، ويكون كمان الصورة اللي معروضة قدام حضراتكم بشكل واضح. يا ريت لو كان كده كمان نكتب حتى واحد في الشات. على خير. طيب نبدأ على بركة الله مع بعض. كالعادة عشان أنا أوصل لأي تطبيق من تطبيقات أوفيس 365، أنا كل اللي أنا عاوز أعمله إن أنا أدخل على في السيرش أوفيس 365 وأعمل ساين إن بحسابي على 365 وكلمة السر. بعد كده هدخل على الواجهة الرئيسية اللي هي المفروض دلوقتي تكون معروضة قدام حضراتكم. الواجهة الرئيسية من خلالها أنا بتحرك لأن أتعامل مع التطبيقات اللي بتتيح لي الحساب بتاعي أونلاين. من خلال التطبيقات دي انا هبدا اتنقل ما بين التطبيقات لحد ما اوصل هلاقي مايكروسوفت تيمز. ده المفروض ان انا واقف عليه دلوقتي حالا اهو، ده تطبيق مايكروسوفت تيمز. زي ما عرفنا مع بعض قبل كده وعرفت من مستر وائل امبارح ان اي تطبيق مش موجود عندي على سطح المكتب او في الواجهه الرئيسيه انا ممكن اوصل له من خلال التسع نقاط الموجودين عندي عشان اختار التطبيق او استكشاف التطبيقات، استكشاف كل التطبيقات، وبعدها انا هختار مايكروسوفت تيمز هلاقيه موجود من ضمن التطبيقات. حالا دلوقتي انا هضغط على مايكروسوفت تيمز. بمجرد الضغط عليه هيفتح معايا في تابة تانية وهنبدأ نشوف مع بعض. دي الواجهة الرئيسية لتطبيق مايكروسوفت تيمز. أتمنى الصوت
الصورة تكون واضحة قدام حضراتكم. بشكل طبيعي وتلقائي إني أنا بمجرد ما أفتح تطبيق مايكروسوفت تيمز، لو أنا كنت فعلا اشتغلت عليه وبدأت أتعامل معاه، أو أنا انضميت لفريق قبل كده أو لتيم قبل كده، أو عملت كرييشن أو أنشأت فريق معين، أو عملت أي أكتيفيتي أو أي نشاط داخل التطبيق، الشكل الافتراضي اللي هيفتح لي عليه هو آخر مكان أنا كنت شغال فيه. لأن احنا زي ما هنشوف مع بعض بعد دقايق إن التطبيق في حاجات كتيرة أنا هفضل أجلب وعليك حاجات كتير هنشوفها مع بعض إن شاء الله واحدة واحدة. فأنا آخر مكان أنا كنت شغال عليه هتلاقيه مفتوح في الوضع الافتراضي اللي هو بيفتح عليه كأول مرة، اللي هو وضع الأكتيفيتيز أو النشاط اللي هنشوف برضو إمتى وإزاي. طيب بشكل عام كده، أنا لو إحنا واقفين كده في أعلى يسار الشاشة هتلاقي اسم التطبيق اللي حضرتك شغال عليه، برضو زي اي تطبيق من تطبيقات اوفيس 365. احنا دلوقتي فتحنا مايكروسوفت تيمز، هو ده تطبيق الفرق، وده اللي احنا شغالين عليه، فده اسمه. على شماله على طول في الركن كده هنلاقي ال9 نقاط اللي احنا متعودين عليهم بتوع او اوفيس 365، اللي من خلالهم انا بتنقل لباقي التطبيقات. زي ما احنا شايفين كده مع بعض كده 9 نقاط، فتح لي حاجتين، اولا ابس او التطبيقات اللي انا بنتقل اليها وانا موجود في تيمز، او حتى ان انا اروح لاوفيس 365 او اوفيس 365 مباشره، اللي هي الواجهه الرئيسيه اللي هو من خلال اسم اوفيس 365 اللي انا واقف عليه دلوقتي بالفعل. دي كده اول حاجه. الحاجه الثانيه، واحنا كده في اقصى اليسار هنروح لاقصى اليمين مع بعض عند صوره البروفايل. طيب دلوقتي انا صورة البروفايل المفروض ظاهرة عندي في الشاشة الرئيسية لحسابي على 365. طبعا مايكروسوفت تيمز كتطبيق من تطبيقات 365 يعتبر ده جزء من كل، فحضرتك الصورة بتاعة البروفايل بتاعة حضرتك على الحساب هتلاقيها في كل التطبيق وخصوصا مايكروسوفت تيمز. فالصورة بتاعتي انا زي ما حضرتك في كده اللي هي اصلا صورة الحساب يعني. تمام. هنلاحظ بس ملحوظة قبل ما نبدا في باقي التابات اللي هنشرحها، هتلاقي فيه لو حضرتك كده مركز شويه، معلش ممكن الصوره تكون بعيده، هتلاقي فيه جنب الصوره بتاعتي دايره صغيره كده لونها احمر. تمام كده، يا رب تكون واضحه. لو انا وقفت كده بالمؤشر عند الدايره هتلاقي فيه تلميح صغير جاي بيقول لي ان ا ميتنج، يعني انا حاليا في اجتماع. طيب انا حاليا في اجتماع، دي ليها بعد انا عاوزه قبل كده، يعني عاوزه بعد كده ان احنا هنتكلم عليه بعدين. طيب في حاجه بالنسبه للبروفايل، نشوف مع بعض كده بالراحه. قال انا هكليك على البروفايل، هلاقي اسمي وصوره البروفايل بتاعتي، وعندي خيار بيقول لي تشينج بيكتشر. تشينج بيكتشر انا مش هتطرق لها، لان احنا زي ما شفنا مع بعض قبل كده في سكايب ان احنا لو حبينا نغير الصوره بيدخلني على الحساب على اوفيس 365 وابدا اغير الصوره من خلال حسابي على 365. طيب تمام. بعد كده تحتها مباشره اللي هي الحاله. ايه الحاله؟ الحاله طبعا الحاله الافتراضيه، لان انا في اجتماع دلوقتي على سكايب مع حضراتكم، فجايب لي ان ا ميتنج. تمام. انا ممكن اغير الحاله من هنا، يعني الوضع الافتراضي لو انا مش في اجتماع دلوقتي هتلاقيها افيلبل متاح، يعني ان انا موجود متاح. الحاله دي بتهم في حاجات كتيره بعد كده. طيب الحاله ممكن اغير زي ما انا عايز، يعني ممكن اخليها متاح، اخليها بيزي مشغول، دونت ديسترب من نوع الازعاج، الحالات العاديه بتاعتنا. طيب تمام. تحتها مباشره كده اللي هي سيت ستيتس مسج، اللي هو اعداد رساله الحاله، اللي هي زي الستيتس او الحاله بتاعت الواتس او بتاعت الايمو او بتاعت التطبيقات المعتاده يعني. تمام. انا هكتب مثلا اي رساله معينه عشان اخليها تظهر في الحاله بتاعتي. تمام. دي الرساله اللي انا عاوزها تظهر، وعايزها تظهر امتى؟ بيقول لي حضرتك في هنا خيار من تحت لو حضراتكم متابعين معايا كده خطوه خطوه، مكتوب clear status message after، يعني حضرتك هتتشال الحاله دي بعد قد ايه يعني.
والافتراضي توداي يعني النهارده. ممكن في سهم مسدد كده هضغط عليه نيفر يعني ما تشيلهاش، خليها باستمرار 1 اور يعني بعد ساعه، بعد 4 ساعات، بعد النهارده، بعد اليوم ما يخلص، او حتى الاسبوع كله، تمام. وبعد كده هختار اللي انا عايزه واقول له ضن كده. تحت الحاله بتاعتي ظهرت الرساله اللي انا كنت كاتبها بالفعل. انا ممكن اعمل لها عمليه تحرير من خلال علامه القلم دي، او حتى ان انا احذفها خالص من هنا. طيب ايه كمان تحتها مباشره؟ كلمه سيفد. سيفد اللي هي الرسائل المحفوظه، يعني في بعض الرسائل زي ما هنشوف مع بعض الشات اللي بيحصل داخل تطبيق الفرق، هنشوف مع بعض دلوقتي ان انا ممكن في رساله معينه اعمل لها سيف واحفظها. طيب لو انا حفظت رساله معينه هوصل لها ازاي؟ زي ما بيحصل معانا في الفيسبوك، لو انا شفت منشور معين بعمل له سيف، او فيديو معين او بوست معين حتى بعمل له سيف، فهروح للاعدادات واختار المنشورات المحفوظه. ده بالظبط اللي بيتم مع تطبيق الفرق. هلاقي عندي سيفد، اي حاجه انت عاملها حفظ هتوصلها من هنا، تمام. مجرد ضغط عليها كده هيدخلني على البرايفت كونفرسيشن اللي هم الحاجات اللي انا سيفتها هنا بالفعل يعني. طيب نرجع نكمل كلامنا عن باقي الاعدادات الخاصه اللي انا جبتها من عند البروفايل. الجزء الاهم شويه اللي هو جزء الاعدادات. الاعدادات الخاصه بايه؟ هنشوف مع بعض كده اعدادات خفيفه كده بنعملها بالنسبه للتطبيق عامه. اعدادات خاصه في اكتر من ترس اعدادات هنشوف مع بعض دلوقتي. فالاعدادات اللي انا دخلتها دلوقتي من خلال صوره البروفايل خاصه باعدادات التطبيق ككل. طيب هيفتح لي نافذه جديده فيها مجموعه تابات او 3 تابات بالتحديد. التابه الاولانيه جنرال اللي هو عام، فيها ايه؟ فيها السينز اللي انا ممكن انا اغير الشكل بتاع الثيم اللي انا عاوزه او الموضوع اللي انا عايزه، جايب لي الاشكال وعامل لي بيرفيو او عامل لي زي حاجة ان انا اشوف شكل الثيم اللي انا عاوزه او الموضوع اللي انا عاوز اطبقه. طبعا الوضع الافتراضي هو اللي شغال حاليا اللي انتم شايفينه. لو انا عاوز اغير او اجرب هختار دارك وهاي كونتراست، هغيرهم كده هيغير لي الثيم. تحته مباشرة في اللانجوج ان انا هغير اللغة. بعد ما غير بيجيب لي تلميح صغير هنا تحت اللغه بيقول ان حضرتك هتعمل ريستارت الابلكيشن عشان خاطر ان هو يبدا يطبق الكلام اللي انت هتعمله. يعني انا دلوقتي الافتراضي اللي هو انجلش يونايتد ستيتس، تمام، وحتى لغه الكيبورد نفس الكلام. فلو حضرتك هتغير اي تغيير من دول، لو انا على السهم المنسدل كده هبدا احرك بين اللغات، اختار اللغه اللي انا عاوز يبقى شكل التطبيق بيه او التطبيق معروض باللغه اللي انا هختارها دي. التطبيق على فكره بيدعم اللغه العربيه، انا غيرته قبل كده بس ما طبقش، ما اعرفش ليه. ممكن تجربوها مع حضراتكم تشوفوا. ادي اللغه العربيه اهي، اتمنى تكون ظاهره قدام حضراتكم ان شاء الله. دي اللغه العربيه اهي، اختارها بعد كده هقفل التطبيق وارجع افتحه تاني. المفروض ان هو هيطبق الكلام ده. نفس الكلام بالنسبه للغه الكيبورد، ان ممكن اغيرها من هنا مفيش مشكله، طبيعي انا بغير الكيبورد بتاعي من على الجهاز. طيب بعد كده الخصوصيه، تمام. الخصوصيه اللي هو حضرتك بتتحكم في حاجه معينه وهي وضع عدم الازعاج. وضع عدم الازعاج لما انت تكون عامل الحاله بتاعتك زي ما احنا شفنا من خلال صوره البروفايل، ان انا خايل دونت ستيرب او وضع او الحاله بتاعتي دونت ستيرب او وضع عدم الازعاج، المفروض ان حضرتك مش هتتلقى اي اشعارات بخصوص تطبيق تيمز طالما حضرتك في الحاله دي. طيب هنا بقى ان هو بتمنح، ممكن تمنح الخصوصيه لحد معين، ان هو ممكن يبعت لحضرتك وانت في الوضع ده من خلال الخيار ده، اختار برايفسي وبعدين او الخصوصيه يعني باللغه العربيه، وبعدين مانج برايورتي اكسس اللي هو اداره الوصول، وهبدا امنح لحد اداره الوصول. انا كل اللي انا هعمله هعمل ات واعمل منشن لحد معين، اكتب اسمه فقط، تمام كده هيوصل الاسم
تمام. وليكن مستر وائل، تمام. طيب بعد كده اللي هو الإشعارات، هنا أنا بتحكم في الإشعارات زي تطبيق، أنا أختار الإشعار. يمكن لو حضرتك غيرت اللغة العربية تبقى واضحة أكتر. أنا هقول كذا مثال سريع كده عشان بس ما نضيعش وقت المحاضرة في حاجات المفروض إنها إحنا كلنا متعودين عليها. أتحكم في الإشعارات لما حد يعمل لك منشن، زي ما بيحصل في الفيسبوك مثلا ان حد هيعمل لي منشن، تمام، فهيجيني اشعار. طيب الاشعار ده هيجيك ازاي؟ هيقول لك بيرسونال منشن، يعني الذكر الشخصي، يعني حد يذكر يعمل منشن لاسمي انا شخصيا، فهيجيني في البانر والايميل. يعني حضرتك الوضع الافتراضي حاليا ان هو هيوصل لك اشعار في البانر اللي هو التابه اللي فيها الاكتيفيتيز هنا في تيمز، كمان هيوصلني اشعار على الاوتلوك او الايميل، تمام. ده ممكن اغيره، هتلاقي في كل خيار في جنبه سهم منسدل كده، انا من خلاله اختار البانر بس او اونلي شو ان فيد، انك انت تشوف لي تظهرها لي بس في الاخبار في الكونفرزيشن يعني او في المحادثه وخلاص. 3 خيارات اهم حلجوهم في كل التحكم، في جزء التحكم في الاشعارات. برضه نفس الكلام بالنسبه للمسجز. طبعا احنا عند المنشن زي ما هنشوفه مع بعض دلوقتي، منشن ل3 حاجات، منشن لشخص، تمام، ومنشن للقناة، ومنشن للفرقة أو الفريق بالكامل اللي هو التيم زي ما هنشوف مع بعض بعد الدقائق إن شاء الله. بعد كده نفس الكلام بالنسبة للرسائل، وبرضك في أذر اللي هو أخرى برضه بتتحكم في النوتيفيكيشنز أو الإشعارات اللي حضرتك أنت هتشوفها زي ما حضرتك عاوز تخلي الإشعار. الكلام ده هيبقى مهم جدا بعد ما إحنا نعمل فرق، والفرق بتضم أشخاص وطلاب وعدد كبير، هنلاقي إن كمية الإشعارات بتزيد، فأنا هبدأ أعمل زي عملية تقليص لعملية الإشعارات وتخصيص عشان ما يحصليش يعني إزعاج كل شوية. لكن دلوقتي وإحنا شغالين الوضع ما بيحتاجش مني أي شغل، وده شغل بيرجع فيه الطابع الشخصي أكتر. طيب بعد كده ده بالنسبه للسيتنجز او الاعدادات. الكيبورد شورت كاتس اللي هو اختصارات لوحه المفاتيح، هنفتحها هنلاقي الاختصارات العاديه بتاعت لوحه المفاتيح، النسخ واللصق والقص وغيره، جايبهم لي كده في لوحه عشان حضرتك ايه وانت بتكتب في الكونفرزيشن ممكن انت تستخدم الاختصارات دي. فلو حضرتك عاوز تطلع على بعض الاختصارات هتضغط على الصوره وهتختار كيبورد شورت كاتس او اختصارات لوحه المفاتيح، فهيجيب لي شاشه كده اهي معروض فيها اختصارات لوحة المفاتيح اهو، تمام. Start new chat من Alt to N، Open settings فتح الاعدادات، Control و Shift و Comma، ولو انا Open Help Control و F1، Close Escape كده، يعني دي الاختصارات. طيب بعد كده هيديني About اللي هو لمحة عن التطبيق، وتحت اللي هو Download the Desktop App اللي هو ان انا هعمل داونلود، هنزل تطبيق سطح المكتب. ده الخطوه اللي كنت هشرحها بعد كده اللي هو بعد صوت البروفايل مباشره، اللي هو ازاي انا احصل على تطبيق سطح المكتب. طبعا تيمز في الاب ستور او في الجوجل بلاي ستور، المتجر يعني بتاع جوجل بتاع العدد السمارت بتاعتنا، بتتيح تطبيق تيمز. ممكن حضراتكم تدخلوا على المتجر وتنزلوه، وكمان من خلال حسابي على 365 من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز نفسه، انا ممكن اعمل انزل الابلكيشن بتاع مايكروسوفت تيمز من خلال حتتين. الحته الاولانيه اللي انا واقف فيها دلوقتي اهي، تمام، داونلود ديسكتوب اب من خلال صوت البروفايل، او ان انا هروح عند اقصى اليسار في الركن الاسفل هتلاقي فيه 3 تابات اهم. التابة الاولى فيهم اللي هو جيت اب اللي هو علامة الشاشة وعليها علامة السهم، اللي هو ده تحميل ديسكتوب اب، تمام كده. بعد كده برضو تحتها جدا موبايل اب، ده هيدخلني في حتة ان انا هحصل على تطبيق تيمز اي بي كي خاص بالموبايل، وبعدين اعمل له عملية سيت اب.
دي لمحة خفيفة عن جزء الإعدادات، وإن شاء الله يا رب يكون الصوت واصل لحضراتكم وكمان الصورة عشان الدنيا تبقى مظبوطة. زي ما احنا واقفين دلوقتي مع حضراتكم في الشاشة الرئيسية، احنا وصلنا لحتة ان انا في اقصى اليسار وعندي اللي هو الحصول على التطبيق اللي هو جيت اب، ان احصل على تطبيق ديسكتوب اب كده، هو هيبدأ يعمل داونلود زي ما حضراتكم شايفين. تمام، وبعد كده حضرتك هتعمل سيت اب للتطبيق عادي جدا زي ما بنثبت اي برنامج، وهيبقى عند حضرتك التطبيق موجود على سطح المكتب، هتفتحه وتبدا تتعامل معاه زي بالظبط فكره الاوتلوك اللي بينزل مع الحزمه الكامله لاوفيس 2016 اللي بنحصل عليه من سابع على 365 بالظبط. يعني حضرتك عندك الاوتلوك لو حضرتك سجلت فيه 365 اوتوماتيك تلاقي عند حضرتك صورة طبق الأصل من الأوتلوك اللي موجود أونلاين. تمام، فنفس الفكرة بتتعامل مع تطبيق تيمز، إن أنا بعد ما أحصل على التطبيق وأعمله سيت أب على الجهاز عندي بيبقى عندي إن أنا كل اللي إحنا بنحكي فيه ده دلوقتي موجود عندي على الديسكتوب من غير ما أنا أدخل على 365 طول أنا عملت ساين ان في البداية. تحتها مباشرة او تحت الحصول على التطبيق هتلاقي تابتين، التابة الاولانية هي الستور. الستور ده عبارة عن زي المتجر او هو المفروض المخزن اللي فيه بعض التطبيقات، او الحقيقة هم كتير جدا. التطبيقات دي انا بحتاجها ان انا ممكن اضيفها للقنوات بتاعتي او للفرق بتاعتي، ممكن احصل عليها من خلال الستور. اتحمل شوية انا هنتظرها لان عاوز اقول بس لمحة صغيرة عنها وبعدين هننتقل لحتة تانية على طول. أثناء عملية التحميل في جزئية صغيرة كده اللي هي جزئية هيلب، اللي هي المساعدة اللي موجودة في أي مكان وفي أي تطبيق، اللي بتديني لمحة عن التطبيق لو في فيدباك معين حضرتك عاوز تستعمله، لو في ريبورت معين، في تقرير أو في إبلاغ أو في مشكلة معينة حضرتك هتدخل على الهيلب وهتبعت، وبعد كده الدعم بعد حضرتك كده حضرتك يرد عليه. في جزئية الستور ده بعد ما احمل الستور او المخزن او يعني المتجر بتاع التطبيقات اللي موجوده عندي، هلاقي فيه تطبيقات كتيره موجوده عندي ممكن انا استفيد بيها. هنا عندي 3 نقاط جنب كل تطبيق، ان بحصل على اللينك.
تحصل على اللينك للتطبيق. تمام. التطبيقات دي انا هحتاجها بعد كده في ايه، هنشوف مع بعض في بعد التجاج ان شاء الله. نبدأ ندخل في ازاي انا ابدأ اتعامل مع تطبيق مايكروسوفت تيمز، وازاي انا ابدأ انشئ فريق، وازاي انا كمان ابدأ لو انا عاوز انضم لفريق معين، وايه اللي بيحصل داخل الفرق. طيب كل الشغل ده بيتم في خلال البار اللي موجود على الشمال. البار ده فيه مجموعة تابات تحت بعض، كل واحدة ما تقلش أهمية عن التانية. أول واحدة اللي هي جزئية الأكتيفيتيز. الأكتيفيتيز دي اللي هو دايما ده علامة الجرس بتديني الإشعارات، إن الإشعارات بتجيني هنا. لو حضرتك عاوز تعرف إن في إشعارات جديدة ولا لأ، بكل بساطة هتروح للأكتيفيتيز دي، هتلاقي عليها دايرة حمراء كده زي العلامة اللي بتيجي على مثلا الماسنجر او الواتس، ان حضرتك فيه عندك رساله او عندك حد بعت لك حاجه او خلافه. نفس الفكره هنا بالظبط، حضرتك هنا في علامه الاشعارات او في جزء الجرس ده او في الاكتيفيتيز هتلاقي فيه دايره صغيره كده باللون الاحمر، باللون الاحمر بالتحديد لان الالوان مهمه معانا النهارده. فاللون الاحمر ده بيدل على ان حضرتك عندك اشعار جديد. طيب انا ممكن اتحكم في النشاط المعروض، يعني من خلال الاكتيفيتيز هتلاقي في تابة تانية اتفتحت بمجرد انا ما ادخل اضغط عليها. طبعا انا ما عنديش اي انشطة جديدة، فهتلاقي عندك ان انت عاوز تعرض بالنسبة للاكتيفيتيز الفيد، يعني الاخبار كلها بشكل عام، يعني كل الفرق حضرتك اللي مشترك فيها، كل الفرق اللي حضرتك عاملها، كل لما يجي لك ذكر او خلافه، ولا ماي اكتيفيتيز اللي هو الانشطة بتاعتي انا، يعني انا بس لو عملت حاجة معينة تعرضها لي. دي الفكرة. تمام. فأنا عشان عملت اكتيفيتي النهاردة فجاب لي البيرسونال بيرسونال اكتيفيتي او ماي اكتيفيتي الخاص بي انا اهو. تمام. طيب ده بالنسبة لجزء الاكتيفيتي، ما فيهوش اكتر من كده. جزء الشات، جزء الشات اللي هو جزء الدردشة. لو انا دخلت على جزء الشات اللي هو جزء الدردشة ده، هيبدأ يعمل زي ما احنا قلنا مع بعض ان تطبيق او تطبيق تيمز او تطبيق الفرق عاوزك ان انت تعمل كل الشغل بتاعك حضرتك كمعلم، والطلبه بتوعك يعملوا كل الشغل بتاعهم في مكان واحد ايا كان هو. يعني احنا دلوقتي لسه ما تعمقناش في التطبيق، لكن اول حاجه واسهل حاجه ان هو يحصل بينهم شاتنج او يحصل بينهم كونفرزيشن معينه، يعني محادثه. تمام. هدخل بيقول لي عندي الريسنت المحادثات الاخيره، ولا الكونتاكتس اللي هم الاشخاص اللي موجودين عند حضرتك وهتبدا تعمل معاهم نيو شات او نيو كونفرزيشن، او حتى حضرتك تروح لها من ناحيه تانيه. في جنب اسم التطبيق كده بشرط العنوان من فوق، في زي علامه القلم على ورقه، لو احنا فتحناها كده بالراحه كده فتح ايه؟ فتح نيو مسج او نيو شات، يعني فتح محادثه جديده. اول حاجه هعملها ان انا هكتب اسم الشخص اللي هبدا اجري المحادثه معاه. تمام. يعني انا لو انا حتى على هنجرب الحته دي مع حضراتكم، انا ابدا اعمل شات مع اي حد. طيب دي المحادثه اللي انا هبدا اعملها من خلال تطبيق تيمز. طيب انا هكتب رسالة معينة أيا كانت الرسالة دي، تمام، وهعمل سنت. تمام. طيب نلاحظ مع بعض الرسالة اللي احنا شغالين فيها ايه اللي ممكن يتم من خلال الرسالة. يعني انا بعت رسالة اهو، انا بعت رسالة معينة دلوقتي، شات شغال زي الشات اللي بيحصل ما بيننا دلوقتي على سكايب اهو، او حتى شغال على الواتس في نفس المكان. انا ما اتحركتش، ما روحتش لتطبيق تاني عشان اعمل الكلام ده، لا، او ما بعتش رسالة على الميل واستنى ان هو يفتحها وبعدين يبدأ يرد، لا، ده احنا بنعمل كونفرسيشن مع بعض اهو. لو هو مثلا مستر جدري حاليا انا شغال المفروض اعمل شاتنج معاه، لا، مستر جدري دي رساله نلاحظ مع بعض برضه
ان هي رساله منفرده. يعني انا اخترت شخص من الاسماء او من الاشخاص الموجودين عندي ضيفهم بالفعل في البيبل، وبدات اعمل شاتنج معاه، اوكي، عشان بس الدنيا ما تتلخبطش معاه. طيب حلو، وبعد كده انا ممكن اعمل ايه؟ قال لي حضرتك ممكن لما يرد مستر جادري او هو نفسه ممكن يعمل لايك زي ما احنا بنعمل على الفيس بالظبط، لايك او حتى يعمل ايموجي معين من الايموجيز اللي احنا وضحك والاستغراب واغضبني واحزاني والحاجات الحلوه دي، تمام. في كمان الثلاث نقاط اللي دايما احنا من خلال تعاملنا معاهم لاكثر من مره في 365 ده جزء خيارات، تمام. بيقول لي سيف ذيس مسج، ده اول خيار. يبقى احنا نرجع تاني بقى لحته ان انت من شويه كنت بتقول لنا حتى في عند البروفايل في حاجه اسمها سيف مسجز ودخلنا ما لقيناش حاجه. يبقى اذا انا لو عملت سيف ذيس مسج ورحت هناك، تمام، هلاقي في السيفد مسجز هلاقيها موجود اهي، وكمان الزمن بتاعها، تمام. طيب هل انا ممكن اعمل ايه من خلال المحادثه او الشات غير ان انا ممكن اعمل لايك ليها؟ طيب في ممكن تحذفها، مارك از ان ريد، ان حضرتك ما قريتهاش، او هتدخلها في الايمنسيف ريدر اللي هو القاموس القارئ ان احنا شفناه مع بعض قبل كده في الوان نوت اونلاين. طيب كلام جميل، بس اكتب فقط؟ لا، كتير. اول حاجه ان انا ممكن افتح الفورمات بتاع الرساله، يعني مش بس اكتب وخلاص، لا، ده انا اعمل رساله وليها فورماتنج، نفس الفورمات العادي بتاعي اللي هو ان انا اخلي الخط بتاعي بولد، اخليه ايتاليك، اخليه اندرلاين تحته خط يعني، تمام. او استخدم الهايلايت، ان انا استخدم الهايلايت كولر، وهختار لون الخط اللي انا بكتب بيه، هختار حجم الخط اللي انا هكتب بيه، لارج ولا ميديوم ولا سمول، تمام. طيب انا مش عارف من غير مستر جادري انا كنت عملت ايه بصراحه، يعني مستر جادري دخل معايا وانا كنت محتاج فعلا ان هو يدخل معايا عشان نشوف الحته دي مع بعض عملي. طب حالا دلوقتي مستر جادري رد وانا عملت انا عملت لايك او عملت اعجاب لي، بابا ينفع حاجة تتسجل هنا؟ طيب غير ان انا ممكن ان انا اكتب بس ان احنا نعمل شاتنج، ان انا ممكن كمان اعمل اتاتش، تمام، ان انا ارفق ملف معين للمحادثه. الملف ده طبعا عشان الوقت وعشان السرعه، ممكن اعمل ابلودنج للملف اللي انا عاوز ارفقه للمحادثه داخل المحادثه يا جماعه، عشان نبقى مركزين بس ان احنا في اثناء المحادثه، تمام. اعمل ابلود من الكمبيوتر بتاعي اللي عندي او حتى من الوان درايف. الوان درايف هيفتح لي نافذه ثانيه كده ويجيب لي كل الملفات اللي في الوان درايف الخاصه بيا اوتوماتيك، طالما انا بالفعل مساين ان على 365، تمام. يبقى كده احنا ايه موجودين في الوان درايف. عايز تبعت ايه مثلا ملف؟ نختار ملف صغير كده وليكن صوره معينه مع بعض، تمام. طيب ده كمان انا ممكن للمحادثه اضيف شخص، يعني ممكن انا اضيف حد معايا كمان للمحادثه.
حضراتكم اكيد متابعين اللي بيحصل تماما. ده كله وانا داخل الفريق ما اتحرش. لو انا عملت ارفاق لملف معين ايا كان هو، سواء كان باوربوينت برزنتيشن مثلا او كان حتى دوكيمنت يعني ملف وورد او كان ملف شيت اكسل او حتى صوره، تمام، ممكن انا الصوره دي احملها او الملف ده احمله عندي على الجهاز، اعمله داونلود من خلال 3 نقاط، داونلود على الجهاز عندي احصل، او حتى ان انا اوبن اونلاين، يعني ممكن اقول له اوبن اونلاين هيفتح لي الملف ده اونلاين، ما انت على 365 ممكن تشتغل اونلاين على اي مستند مهما كان، مستند وورد، مستند اكسل او خلافه، تمام. طب حلو، دي الصوره اللي احنا كنا اللي انا كنت بشرحها دلوقتي. برضو ممكن انا اعلق بالايموجيز او الحاجات اللي احنا بنعلق بيها برضك على الفيس والماسنجر والحاجات الجميلة دي، ده هيبقى من خلال المحادثة، تمام. احمل له ارسال برضو الجي اي افس، نفس الفكرة. الحتة الأجمل والأجمل إن أنا ممكن أعمل اجتماع مع المجموعة بدأت معاها شات، من خلال الجزئية دي اللي هي جزء الكالندر. المفروض إن أنا دلوقتي المفروض انا لما اجي اعمل اجتماع سكايب او اجدول اجتماع سكايب بشكل مسبق، انا بضطر ان اروح على 365 بعد كده افتح تطبيق تقويم كالندر، بعد كده ابدا اجدول الاجتماع واخد الرابط واشتغل عليه. ده انا هنا من المكان، لو تلاحظ انا كل حاجه انا بعملها عملت شاتنج دلوقتي اهو مع مستر جادري، وكمان انا عاوز اعمل اجدول اجتماع، اجدول الاجتماع هيفتح لي الكالندر هيجيبه لي لحد عندي وانا جوه التطبيق بالفعل، تطبيق مايكروسوفت تيمز، يعني مش هحتاج اطلع بره، تمام. نفس اللي احنا بنعمله شرحناه قبل كده مع بعض في سكايب، انا هعمل عنوان للميتنج اللي احنا هنشتغل عليه، تمام، وهبدا اعمل الاعدادات العاديه بتاعتنا، هنتقابل فين، هختار الفريق اللي احنا هنتقابل فيه مع بعض، تمام، ونبدأ نجدول الاجتماع وقول له سكيديول او جدول الاجتماع وخلاص. بعد مستر جادري معانا في الكونفرزيشن ومستر وائل هيوصل له اشعار ان حضرتك عندك اجتماع تيمز في الساعه الفلانيه في اليوم الفلاني، وخلاص هنبدأ نعقد الاجتماع ده مع بعض. ده بالنسبه للجزء الشاد. طيب انا هطلع من جزء الشات ده عذرا مستر جادري، يعني كان ممكن عاوز اقضي وقت اكبر كده من كده معاك، لكن الوقت للناس معايا. جزء التيمز اللي هو هياخد مننا اكبر وقت في الكلام ده، المفروض الجزء الخاص بالفرق اللي حضرتك انشاتها بالفعل او تم الانضمام ليها، لان في فرق بين الاثنين. حضرتك حصل انضمام، حضرتك انضميت لفريق معين حد انشاه وحضرتك اصبحت عضو فيه، او حضرتك انشات الفريق، تمام. لاحظ مع حضراتكم كده لما جت الرد من مستر وائل او رساله، هتلاقي عندي الدايره الحمراء اللي احنا قلنا عليها دي فوق الشات ان حضرتك عندك رساله جديده، تمام. في حته مهمه جدا جدا لينا احنا اللي هو الجزء الدايره اللي لونها اخضر دي اللي موجوده عندي عند مستر وائل اهو وعند مستر جدري. يا رب تكون الصوره واضحه عشان الكلام ده احنا بنقوله مهم. ده معناه ان حاله الشخص اللي موجود قدامك ان هو اونلاين بالفعل على تيمز، تمام كده؟ طيب حلو. نرجع تاني كلامنا، ان احنا كنا نقول ان تيمز او الفرق اللي حضرتك اصبحت عضو فيها او ان حضرتك انشأتها بيبقى موجودين في جزئية الفرق بتاعتي. يعني هختار من التاب اللي على اليسار جزئية تيمز، تمام؟ هجيب لي فوق يور تيمز.
اي فريق من الفرق في اعدادات عامه انا بعملها ليه. انا هقف كده على الفريق، يعني المفروض ان كل دول الفرق اللي موجودين بالفعل معايا، تمام؟ دول الفرق اللي موجودين بالفعل معايا. لو انا كل واحد منهم هكليك عليه كده هيفتح لي في مساحة العمل اللي موجودة اهو، ده جزء الخاص بالماستر، تمام؟ طيب لو هتلاحظ حضرتك ان بمجرد انا فتحت الفريق اللي هو اسمه ماستر ده، ظهر تحتيه جزء فرع كده اسمه جنرال. جنرال ده عبارة عن ايه؟ قال ده عبارة عن قناة، ان انا بعمل فريق، تمام؟ والفريق ممكن اقسمه لمجموعة من القنوات، تمام؟ والكلام ده هينفعنا احنا لو احنا كمعلمين وهنبدا نضيف الطلبه بتاعتنا اكتر. يعني دلوقتي مش حاطط، يعني مش هنلاقي مع بعض واحنا بنشرح ليه اهميه، غير لما حضرتك تعمله عملي، وزي ما حضراتكم شايفين ومتابعين ان طلبه اولى ثانوي خلاص اتعمل لهم ايميلات على 365 بالفعل، وبدات تتفاعل ويشتغلوا بيها، وهم اشتغلوا بيها على بنك المعارف فعلا. فده معناه ان احنا بعد كده الطلبه بتوعنا هيبقوا موجودين معانا بالفعل، وانا هقدر اضيفه. طيب كلام جميل. الحتة الجزء القنوات دي انا ممكن هينفعني لما يكون معاه الطلبه بتوعي بقى. طيب نرجع تاني ونقول ان الفريق، كل فريق من دول هتلاقي جنبه 3 نقاط، ال3 نقاط دول فيهم جزء الاعدادات. الاعدادات ايه؟ ان حضرتك ممكن تهايد الفريق ده او تخفيه، تمام؟ طب تخفيه خلاص كده راح. مثلا فريق تاني اهو اعمل له هايد، خلاص كده راح. لا ده مجرد اخفاء، يعني انا عاوز اخفيه من مساحه العمل انا، عشان بعد كده ان شاء الله لما ربنا يكرمنا وتوسع العمليه معانا ويبقى عندنا اكتر من فريق وال 50 سنه زحمه، فانا هاجي على عاوز اظهر مساحه معينه او عدد معين من الفرق عشان انا بتعامل معاه، فالحته دي بتنفعني اكتر يعني. طيب لو لاحظت ان مجرد ما عملت هايد لفريق من الفرق، ظهر عندي تبويب تحت صغير كده اسمه هيدن تيمز. هيدن تيمز او الفرق المخفيه، سهم صغير كده هضغط عليه هيقول لي والله انت اخفيت الفريقين دول، اللي هو اولاد سليم انجلش فاميلي اللي انا كنت عامله والماستر. هيختلف الوضع بتاع الخيارات، ان الخيار الاول بدل ما كان هايد اصبح شو، يعني بدل ما كان اخفاء اصبح اظهار، يعني انا هعكس العمليه دلوقتي المفروض، تمام؟ هل اجي رجع في يور تيمز تاني، في الفرق بتاعتنا تاني، وده اول خيار. الحاجه الثانيه ان انا ممكن مانج تيمز، اللي هو اداره الفرق او اداره الفريق، تمام؟ هيفتح لي الفريق وهيبدا انا يديني مجموعه خيارات. طيب انت عاوز تنظم ايه بالظبط؟ قال لي اول خيار بيفتح معايا تلاقي في 3 تابات فتحوا معاك، ممبرز اللي هم اعضاء الفريق، وتشانلز هم قنوات الفريق، وابس اللي هي التطبيقات اللي بيشتغل عليها الفريق اللي عاملها اضافه زي ما هنشوفها بعد كده. اول خيار في الممبرز او في الاعضاء ان حضرتك تو اد ممبر، ان حضرتك تضيف اعضاء. طبعا انا عشان نبقى مع بعض برضك في الصوره، انا عضو في الفريق ده مش انا اللي انشاته، ده انا طلبت الانضمام ليه وجبت له الانضمام زي ما هنشوف بعد شويه. وفي حته تقييد شويه ان المجموعه دي معموله بابليك، معموله بابليك. لما هنروح لاداره فرق هنلاقي ان ممكن ان انا مش من حق ان الاعضاء ان هم يضيفوا اعضاء كمان، ده الاونر بس. شايفين كده اونرز اللي هو المالك الفريق، مش معناه مالكه وصاحبه، لا هو اللي انشاه، يعني الاونر فقط او مالك الفريق فقط او صاحب منشئ الفريق فقط هو اللي بيتمكن او من اضافه وقبول الاعضاء. لكن انا دلوقتي المجموعه دي هنلاحظ مع بعض كده ان هي بابليك او مجموعه عامه ما فيش فيها تقييد، فانا خيار ان تو اد ممبر ان انا اضيف عضو ده متاح معايا وممكن اضيفه عادي جدا، تمام؟ هكتب اسم العضو واعمل اضافه ليه، بس حطيته بكل بساطه كده. هيلاقي في الاشعارات عنده ان شاء الله مستر جادري موجود اشعار بيقول لحضرتك تم اضافتك للفريق الفلاني، ابدا اقبل الاضافه او لا، هيقبل او يرفض، بس بمنتهى البساطه. طيب تمام، اعضاء الفريق اللي موجودين حاليا 10، المفروض انا بمجرد ما هضغط عليه كده هيظهر لي مستر جدري وافق وموجود معانا اهو. طيب
بعد كده كمان انا ممكن اعمل مانجنج لايه للقنوات اللي انا ضفتها، تمام. طبعا ما فيش غير قناة واحدة بس اللي هي، نأكد على المعلومة دي، هي القناة الافتراضية اللي موجودة عند اي فريق بيتنشئ. هتلاقي اي فريق بيتنشئ بيعمل له قناة، القناة دي هي اللي فيها الشغل. الافتراضية بقى اللي هي اسمها جنرال او عام، تمام. طيب انت عاوز حضرتك تعمل ايه؟ جيت ايميل ادرس، اخد رسالة بريد الكتروني، او جيت لينك تو ذا شانل عشان ابعته لحد يجي يعمل فولو للقناة دي يتابعنا، او كونكتورز الاتصالات، او ان انا اعمل فولو للقناة دي اتابعها يعني بحيث تجيني في الاشعارات، وهيتغير لو انا عامل فولوينج بالفعل الى ان فولو ذيس شانل، عدم متابعة هذه القناة لو انا كنت متابعها فعلا. طيب كلام جميل. لو مثلا على سبيل المثال ده بالنسبة لي إدارة الفريق نفسه كفريق أنا عضو فيه. طيب to add channel، إنك أنت تضيف قناة، هنأجلها شوية. to add member، سواء من هنا أو من الخطوة اللي إحنا شفناها دي، إن أنا أفتح الفريق وأنا أبدأ add member لي أو أضيف عضو من أعضاء الفريق. الفريق ده أنا عضو فيه، فممكن أنا أغادر الفريق to leave the team. جيت لينك تو ذا تيم، اللينك ده بيفيدني في حته مهمه جدا جدا جدا، ان حضرتك عاوز تدعو اشخاص الى الفريق، تمام. هنشوف الخطوه دي بعد شوي. حضرتك هتدي له اللينك ده، تبعته له في رساله، وهيبدا يتتبع اللينك او يتتبع الرابط، هيوصله للفريق، هيختار انضمام، وهيبقى جوه بعد ما يتوافق عليه. طيب ده بالنسبة للخيارات الإضافية اللي أنا ممكن أنا أعملها. لو أنا مثلا رحت على فريق أنا بالفعل أنا عامله، الفريق ده أنا اللي عامله بالفعل، تمام؟ لو أنا قلت على سبيل المثال أنا عاوز أمانج التيم ده، ده ممبرز، هتلاقي مع بعض كده تحت اسم الفريق الخيارات بدأت تتغير. في عندي خيار جديد ظهر اللي هو بيندنج ريكويست. ليه بيندنج ريكويست؟ هتلاقي حضرتك ان انا عامل الجروب او الفريق ده برايفت، يعني فريق خاص، وعامل فيه بعض القيود. فبالتالي حضرتك لو حد طلب الانضمام هيجيني في البيندنج ريكويست ده. طب طلب الانضمام ازاي؟ يعني هنشوف بعد دقائق ازاي، يعني ايه حد طلب الانضمام للفريق. طريق. طيب يبقى اذا المعلومه دي ناكد عليها شويه، ان انا لو دلوقتي عندي عملت فريق معين وعملته برايفت، عملت بعض قيود معينه ليه، قال لي هتجيني طلبات البندنج ريكوست هتجيني هنا. والممبرز زي ما احنا عملنا نفس الفكره، ان انا هبدا اضيف اعضاء، تمام. ستودنتس اور تيتشر، لان انا عامله كلاس، هنشوف بعض دقايق برضو. ستودنت اور تيتشر، انا هقول له والله ده انا هضيف تيتشرز عشان دي ليها دور معانا، وهنشوف مثلا انت هتضيف مين، هتضيف مين. وابدا اقول له اد، انا ضفت دول كلوز كده. انا كاونر او كصاحب الفريق او كمنشئ الفريق، انا ضفت الاشخاص دول كاعضاء للفريق. طيب انا، انت عاوز تعمل اداره للفريق في القنوات، تمام، والاعدادات اللي احنا شفناها برضو نفس الفكرة، ان انا اخد لينك لكل قناة عشان تفولو، والسيتنجز. الاعدادات دي بتاخد وقت مننا في الشرح كبير جدا كبير جدا، تمام.
فاول جزء في الاعدادات، نركز شويه في الجزئيه دي معلش. اول جزء في الاعدادات ان هو الثيم، لو انا عايز اغير، انا طبعا حضراتكم شايفين الصوره، ده الثيم لو انا وقفت عليها كده هتلاقي علامه قلم change theme vector، او هنا to change the theme، تمام، هيفتح لي السمات اللي موجوده وهتبدا حضرتك تختار الثيم اللي يناسب حضرتك وكله اد. طيب بعد كده الممبرز بيرميشن، اذنات الاعضاء، اذنات الاعضاء زي ما انتم عارفين ان ده برايفت او مجموعه او فريق، انا عامله فريق خاص عشان القيود دي. الحته دي مهمه جدا 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 بالنسبه لي. بيقول لي حضرتك ان انت الاعضاء بتوع الفريق، لو انا عاوز الأعضاء يتمكنوا من إضافة القنوات وإنشائها، هختار الخيار ده الأول ده. طيب الأعضاء يقدر يحذف القناة أو يضيف قناة أو غيره، اختار الخيار ده. الأبس أو الأبليكيشن اللي أنا عاملها أو أنا ضايفها للفريق ممكن يضيفها أو يشيلها، تمام. الاتصالات، الافتراضي بتاعي اللي مسموح بيه في البرايفت هما حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو قد يحذف الرسالة بتاعته، الرسالة بتاعته فقط، يعني هو كتب رسالة في الكونفرسيشن بتاعتنا في الفريق زي ما احنا شفنا على مستر جدري، ممكن يبقى في كونفرسيشن شغال داخل الفريق مع أعضاء الفريق، فممكن يحذف الرسالة بتاعته الخاصة بيه. طيب برضو الاوبشن الثاني المتاح لي ان هو ممكن يعدل على الرساله، بس مفيش حاجه ثانيه، تمام كده بس خلاص. طيب بعد كده الجيست بيرميشن، الضيوف، حضرتك ممكن من هنا تديهم السماح الضيوف ان هو يعمل انشاء لقناه او يحذفها. بعد كده المنشن طبعا احنا زي ما احنا شفنا مع بعض ان انا ممكن اعمل منشن باستخدام اد، وقلت انا نظري كده واحنا شغالين ان انا ممكن اعمل منشن لثلاث حاجات. اولا اعمل منشن للشخص نفسه زي ما احنا جربنا مع بعض كده، اعمل منشن للشخص او للفريق او للقناة باسمها. يعني بمجرد ان انا هعمل ازاي منشن، لو احنا شغالين في conversation معين مثلا زي ما شفناها مع بعض، هتلاقي حضرتك تعمل ات وتكتب اسم الشخص اللي عاوز تعمل له منشن زي ما بيحصل في الفيسبوك عادي معانا، تعمل ات وتكتب اسم الفريق بالكامل حضرتك هتلاقيه حصل ان هو جالك كلينك او منشن ليه او حتى لقناه. طب هنا ايه اللي انا ممكن اعمله في الاعدادات دي؟ قال لي ان انا بوري او اظهر للاعضاء المنشن ان هم ممكن يعمل منشن لاسم او لفريق، تمام. يبقى انا عندي هنا ايه المفروض ان هو الطبيعي بتاعه انه بيعمل منشن لاسم. هل الاعضاء بيتمكن من ان هو يعمل منشن للفريق نفسه، ولا هل الاعضاء ممكن يعمل منشن للقناة؟ لو انا شلت التشيك من هنا مش هيقدر يعمل منشن غير للشخص فقط بس. طيب انا جاي هنا مخصوص عشان حته معينه، اللي هي حته تيم كود. طيب المفروض الفريق دلوقتي حته التيم كود، في كود معين للفريق، لو انا قلت جينيريت اداني كود معين، تمام كده الكود ده اهو. كنت عند حضراتكم موجود حاليا اهو. ايه ماشي، وبعدين
طيب نقول الخطوه دي بسرعه. انا عملت ايه بالظبط؟ انا جبت الفريق تمام كده، وبعد كده اخترت من الثلاث نقاط مانج تيمز، والفريق ده بتاعنا انا اللي انشاته، فظهر عندي سيتنجز او الاعدادات، الاعدادات تمام، ومن خلال الاعدادات اخترت تيم كود، فتحت السهم المنسدل وقلت له جنريت كود، جنريت تمام. طيب عمل لي كود معين، الكود ده انا بستفيد منه في ايه؟ لو حضرتك حالا فاتح معايا دلوقتي تطبيق تيمز وعاوز تعمل فريق معين او عاوز تنضم لفريق معين، لو نزلنا مع بعض كده ناحية الشمال اسفل الشاشة هتلاقي حضرتك وانت فاتح تاب التيمز تحت الفرق موجود عندك جوين اور كرييت تيم، يعني الانضمام او انشاء الفرق. الانضمام او انشاء الفرق هنفتح نشوف الدنيا فيها ايه. واحد، اول حاجة انك انت هتنشئ حضرتك تيم، نأجلها شوية دي. تاني حاجة ان حضرتك جوين ذا تيم وذا كود، هي دي تيجي هنا بمجرد ما هتفتح حضرتك انت تكليك بس على جوين كريت تيم هتلاقيها موجودة. تاني واحدة اللي هي جوين ذا تيم وذا كود، يعني حضرتك يكون صاحب الفريق بعت لحضرتك الكود وحضرتك هتدخل الكود هنا هتقول له جوين ذا تيم اهو، بقول له جوين ذا تيم. طبعا انا اوريدي صاحب الفريق مش هعمل انضمام، حضراتكم اللي هتعمله دلوقتي اهو تمام. طيب انا المجموعه دي اعملها برايفت، المفروض المفروض انا عامل برايفت، فحضرتك هتطلب الانضمام مش زي ما حصل مع مستر بدري انا ضفته على طول واتضاف اوتوماتيك بمجرد ما هو جابل، او ان هو يدخل يكليك جوين على اي فريق من دول. يعني حضرتك بيجيب لي فرق مقترحه دايما هو، يعني انا فتحت ودخلت على طول على كرييت وجوين وسبت الباقي. كل ما هتفتح حضرتك هتلاقي الفرق اللي معموله بالفعل على تطبيق تيمز موجوده، اللي هو المقترحه لحضرتك سواء في التيننت بتاعك او المنظمه بتاعتك موجوده او معموله. حضرتك هتوقف على اي تيم منهم وهتقول له جوين تيم، مجرد ما هتوقف هتلاقيها ظهرت عندي اهي جوين تيم اهي، هقول له جوين تيم بس. بعد كده هو لو كانت بابليك انا هدخل على طول، طبعا هي ظاهر عندي معلومات صغيره عن التيم تمام، اسم الفريق اهو، عدد الاعضاء اللي موجودين فيه، وكمان نوع الفريق اذا كان بابليك او برايفت، يعني اقصد عام، مجموعه فريق عام او خاص زي ما احنا شفنا الفرق بينهم من شويه دلوقتي تمام. يبقى اذا انا هنتظر من حضراتكم ان حضراتكم اي حد فينا هيدخل على جوين اتيم وذا كود وهيبدا يدخل الكود ونشوف ايه اللي هيتم. دي طريقه، يعني انا ممكن اعمل اضافه للاشخاص باكثر من طريقه. واحد ان انا عملت اد للشخص مباشره زي ما حضراتكم شفتوا عملي، او ان انا اعمل جنريشن لكود معين، اعمل كود معين وابعته زي ما شفتوا بعته لكم مثلا في الشات، او الطريقه الثالثه ان هو اخد اللينك بتاع الفريق تمام منين، نفس الفكره من الفريق، وجيت لينك تو ذا تيم، جيت لينك تو ذا تيم بس، ادي ده لينك الفريق. يعني ايه لينك الفريق؟ يعني حضرتك بمجرد ما هو هيكليك على اللينك هيلاقي نفسه في الفريق نفسه هنا تمام بس، وهيطلب الانضمام وخلصنا بمنتهى البساطه. يعني حضراتكم اللي مش عايز او تعبان من الكود يدخل هنا تمام. حلو، يبقى اذا انا ممكن انضم الى الفريق باكثر من طريقه. انا خدت اللينك بتاع الفريق وبعته في رساله لحد معين وقلت اتفضل تعالى شرفنا وابقى تصبح عضو في الفريق بتاعنا، او ان انا اديله الكود ويبدا يدخل الكود من خلال الجزئيه دي، او ان انا بالفعل اعمل له اد من البدايه من هنا. قبل ما نسيب الجزئيه دي عاوز حضراتكم تلاحظوا ان في بدات تجيني اشعارات اهي، بقت تديني اشعارات اهي، الاشعارات دي بتقول ان حضرتك
فيجوز الاشعارات، نفس اللي بيحصل في الاشعارات بتاعت الفيسبوك او بتاعت اليامر او بتاعت اي شيء. مستر جاري منشند يو، مستر وائل منشند يو، تمام، رياكتد. طيب بعد كده الشات هنلاقي مستر وائل رد في الرسالة اهو، اشكرك جدا جدا يا مستر وائل. طيب في التيمز نرجع تاني. طيب حاليا دلوقتي اهو حاليا دلوقتي اهو الكونفرزيشن حضراتكم شايفينها على الشاشه، ده كونفرزيشن خاصه بفريق اولاد سليم انجلش فاميلي اللي احنا عملناه مع بعض، واللي انا ضفت فيه بالفعل مستر وائل ومستر جدري، والكونفرزيشن شغاله بالفعل اهي، تمام. وانا بعمل رياكشن شغال بالفعل اهو، وهما بيعملوا رياكشن، بيظهر عند الرساله زر اللي هو انا مود. تمام. طيب في اثناء الكونفرسيشن الفعلي دي في حاجه حصلت، احنا داخل فريق، داخل فريق، لو انا حالا دلوقتي بعمل شات والكونفرسيشن شغاله، يعني عايزين نتخيل مع بعض دلوقتي ان احنا والطلبه بتوعنا شغالين بالفعل في كونفرسيشن، المعلمين والطلبه، والطلبه بتعمل شاتنج مع بعض وبتكتب ملحوظات عن اساينمنت معين او واجب او تكليف معين انا كنت مديه لهم، وشغالين بيتناقشوا فيه، وانا دخلت بعمل لايك او عملت رياكشن معين على الطلبه بتوعي او حد من الطلبه، يبقى هم كده شايفين ان انا شغال معاهم ومتابعهم، انا والطلبه بتوعي شغالين، مدير المدرسه مع المدرسين شغالين في التواصل من خلال المحادثات او حتى من خلال الميتنج. داخل الفريق في حاجه جديده ظهرت غير الكونفرسيشن الخاصه اللي كانت شغاله من شويه، تمام. الحته دي اللي هو علامه كاميرا الفيديو اللي موجوده تحت، لو حضراتكم ماشيين معايا كده اهو، في اسفل الشاشه من تحت خالص، عند علامه الارفاق والايموجيز والجي اي افس والستيكرز، هتلاقي في علامه كاميرا الفيديو اهي، العلامه دي معناها ميت ناو، ان انا ايه يعني قال لي ميت ناو، حضرتك من شويه قلت لنا ان انا عشان ممكن اجادوا الاجتماع تيمز زي اجتماع سكايب، بس انا مش هحتاج لسكايب وخلاص، ده انا بعمل اجتماع على تيمز وانا داخل الفريق، يعني انا مش هتحرك من مكاني، واجتماع فوري. طيب اعمل اجتماع فوري ازاي؟ كل اللي هو اونلاين بالفعل على تيمز هيقدر ان هو تو جامب انتو ذا ميتنج، او ان هو يدخل على الاجتماع بالفعل. طيب انا عارف مين اونلاين بمنتهى البساطه، حضرتك نبص مع بعض كده على مستر وائل ومستر جدري، هنلاقي ان الحاله بتاعتهم افيلبل متاح منين؟ من اللمبه الخضراء اللي منوره جنب مستر وائل اهي، لو حضراتكم متابعين، وجنب وش مستر جدري كمان اهي، طول ما الدائره الصغيره اللي لونها اخضر دي موجوده، الشخص ده موجود اونلاين، حضرتك هتعمل ميت ناو وهيبدا في اجتماع سكايب. انا دلوقتي عشان في اجتماع وشغال ممكن اطلع من الاجتماع ده، عشان كده مش هينفع اجرب الحته دي عملي يعني، معلش. طيب تمام. وايه كمان؟ انا عاوز اروح تاني بس معاكم للاعدادات، اشوف حاجه سريعا.
طيب نرجع تاني مع بعض كده. احنا وقفنا قبل ما ندخل على جزئية الاشعارات وازاي انا اضيف الاشخاص الى الفرق عن طريق اللينك، وكمان عن طريق الاضافة المباشرة. هنا انا ازاي انا بنشئ فريق، يعني انا الفرق اللي عندي دي اللي انا صاحبها انشأتها ازاي. قال لي بمنتهى البساطة ان انا رحت عند اسفل الشاشة وانا واقف عند تيمز، يعني انا فتحت التطبيق اخترت تيمز، وبعد ما اخترت تيمز رحت كليكيت على جوين اور كريت تيم. تمام، بمنتهى البساطه كده، فيها صعوبه ما اعتقدش. تاني تيمز، وتحت تحت هلاقي ايه؟ جوين اور كريت تيم، لو هي باللغه العربيه الانضمام او انشاء فريق. بس بحكي جوين اور كريت تيم، هلاقي عند حضرتك اللي احنا قلناه الفرق المتاحه عند حضرتك والمقترحه انك تنضم ليها، وانك تنضم لفريق معين من خلال الكود اللي هو صاحب الفريق بعته لك زي ما احنا شفنا مع بعض عملي، او ان حضرتك تكريت تيم، او ان حضرتك تنشئ فريق جديد. هنجرب الحته دي سريعه مع بعض كده ونشوف ايه الاخبار. طيب كريت تيم نبدا. اول حاجه مع بعض كده هتلاقي جاب لي مجموعه خيارات. الفريق اللي حضرتك عاوز تنشئه ده عباره عن ايه؟ عباره عن فصل دراسي، ده اول خيار اللي هو كلاسز، فصل دراسي. ما الفصل الدراسي ده اللي هو ان الطلاب والمعلمين يبدا يحصل ما بينهم تعاون في مشروعات معينه، في تكليفات وغيرها كتير. تمام، طيب بي ال سي ده عباره عن ايه؟ قال ده بي ال سي اختصارت يعني بروفيشنال ليرنينج كوميونيتي، اللي هو مجتمعات التعلم المهني. ده هيبقى عبارة عن فريق للمعلمين في مجتمع تعليمي متخصص بمنتهى البساطة كده. يبقى إذا أنا والطلبة بتوعي، أنا مدرس وممكن أجيب بعض الزملاء معايا كمان ومدرسين. لو حضراتكم لاحظتوا إن أنا لما جيت أعمل آد ظهر لي ده طالب ولا مدرس؟ لو تفتكروا الخيار ده student ولا teacher؟ انا اخترت تيتشر. ليه؟ لان انا عامله كلاس، عامل الفريق ده كلاسز، عامله فصل دراسي. اوكي، لكن لو انا اخترت بي ال سي يبقى انا كمعلم، وبعد كده الطلبه بتوعي اختار المعلمين. طب ستاف ممبرز تخصص الاداره المدرسيه، يبقى مدير المدرسه ممكن يختار الفريق ده عشان يضم فيه اعضاء هيئه التدريس بالكامل. تمام، عشان بقى يبقى فيه تعاون بينهم زي ما انتم بتشوفوا. كل الامكانيات اللي احنا شفناها دي، الكونفرسيشن وارفاق الملفات والسكايب والاجتماعات وخلاف، كل ده بيتعمل في مكان واحد. هو يقدر يلم الفريق بتاع المدرسه كله في مكان واحد ويشتغل معاه. تمام، طيب اني وان تختار الفريق، يبقى اي حد، اي حد تبعت له اللينك، تبعت له الكود، طول ما هو عنده حساب 365 شغال الدنيا، سواء كان معلم، كان مدير مدرسة، كان مدرس، كان إداري في المدرسة، كان أخصائي، ممكن يدخل. تمام، ما فيش فيه قيود. يبقى الحتة دي مهمة جدا بالنسبة لي أنا عشان أحدد الفريق ده عبارة عن إيه، عشان بعد كده أنا هستريح في الإضافة، عشان ما ألاقيش بعد كده أنا أختار حاجة معينة وألاقي فيه قيود وهبدأ أنا هغير. طيب لو أنا اخترت مثلا على سبيل المثال كلاسز، يعني أنا والمدرسين بتوعي هسميهم، أول حاجة هعملها هسمي الفريق. تمام، ده اسم الفريق. أوكي، وبعد كده بيقول لي اديني وصف للفريق ده. تمام، طيب
ماشي. في حتة صغيرة كده بس بتقول لي ايه، ان حضرتك ممكن تاخد تيم منشأ بالفعل عندك، تاخده كتمبلت او كقالب تنشئ منه. تمام، يبقى الخيار ده موجود بالفعل، ان انا في عندي فريق معين اقول والله اعمل لي واحد زي ده. تمام، بس خلاص. طيب بيقول لي ملحوظة هنا، انا كتبت الاسم، كتبت الوصف وكل حاجة، بيقول لي اعمل حسابك ان انت الفريق اللي رايح تنشئه ده ان هو التيتشرز المعلمين هم الاونرز اوف ذا كلاس، هم يعني ملاك او اصحاب الفريق بتاع الفصل ده، والطلبه عباره عن اعضاء مشاركين هيشاركوا في الفريق ده كاعضاء. وكل فريق، كل فريق حضرتك هتعمله ليه كلاس نوت بوك خاصه بيه. يمكن انا لغايه دلوقتي ما تطرقتش لكلاس نوت بوك نهائيا. تمام، طيب تاني هنقول ان كل فريق حضرتك هتنشئه ليه كلاس نوت بوك خاصه بيه. طيب ماشي، مفيش مشكله. بعد كده الخطوه اللي جايه ايه؟ هو كده حالا بينشئ للفريق. تمام، الخطوه الثانيه بقى بيقول لي ضيف بقى، ابدا ضيف. طيب انا ممكن اضيف من هنا حالا دلوقتي، او حتى ان حضرتك تضيف بعدين. يعني انا هقول والله اسكيب، تخطي، اعدي الخطوه دي، او ممكن انا اضيف حد من هنا عادي، مفيش مشكله خالص. يا ترى اللي انت هتضيفه زي ما احنا قلنا من البدايه فريق مبادره اوفيس دي ستودنتس ولا تيتشرز؟ فقلت له والله دول تيتشرز، انا هضيف دلوقتي، اللي هضيفه دلوقتي ده معلم يعني. تمام، طيب انا هضيف اي حد من الزملاء الافاضل. مؤقتا بقول له اد. تمام، نلاحظ كده بس ملحوظه قبل ما نسيب الحته دي ونمشي، اني انا لما اخترت ان ده تيتشر هو مستر جادر ومستر وائل، يعني قلت دول تيتشرز، اوتوماتيك جابهولي اونرز. ده الوضع الافتراضي يعني، ده الوضع الافتراضي. ليه؟ لان هو في البدايه الكاتيجوري او الفئه اللي انت اخترتها دي من الفرق اللي هو فئه الكلاسز او الفصول الدراسيه، بيكون المعلم فيها هو الاونر او هو صاحب الفريق او هو المتحكم في الفريق بمعنى اصح يعني، والطلبه هيبقوا اعضاء عاديين، فبالتالي اوتوماتيك هو جاب لي اونر، بس هو جايب لي سهم كده صغير جنبه، اونر ولا ممبر. تمام، شايفين انا ممكن اغير برضه. طيب خلاص كلوز اهو، وصل. طيب ده فريق كلاس، دي الكونفرزيشن اللي هي شغاله بالفعل، ومستر وائل وافق وبدأ كمان يتفاعل معانا. طيب في اول حاجه في الفريق اللي انا انشئته بتبقى موجوده، اللي هي الكونفرزيشن، اللي هو المحادثه اللي احنا شفناها وشفنا احنا بنعمل فيها ايه. طيب انا كمان في الكونفرزيشن ممكن نجرب المنشن مع بعض، نجرب المنشن مع بعض. يعني انا مثلا على سبيل المثال هكتب ات الاشخاص اللي هو تعاملت معاها بالفعل ظهرت لك. تمام، كده منشن للشخص. تمام، طيب نجرب
فبين حضراتكم واحنا شغالين، معلش سبتكم شويه، قلنا ان انا ممكن اعمل منشن لشخص او لفريق او لقناه، واحنا شغالين في الكونفرسيشن عملت منشن للفريق بالكامل اهو، اه وصل تمام كده. نفس اللي كان بيحصل معانا في المنشن بتاع الشخص. طبعا دلوقتي حاليا الفريق ما فيش غير قناة واحدة اللي هي الافتراضية اللي احنا قلناها. هتلاقي القناة الافتراضية لفريق الكلاسز الكونفرسيشن التبات اللي موجود، نلاحظ كده تحت اسم الفريق في عند حضرتك التبات اللي موجودة، هتلاقي ده كلاسز بتختلف من فئة لفئة، ده يعني فريق فئات. فعندي الكونفرزيشن اللي هي شغاله قدام حضراتكم دلوقتي، وانا اتعمدت ان انا اسيبها شويه عشان حضراتكم تشوفوا اللي بيحصل. في الفايلز، الفايلز اللي هي الملفات، ملفات اه، ده انا ممكن اشارك ملفات في نفس المكان، اشاركهم مع المدرسين بتوعي اللي انا ضايفهم ومع الطلبه كمان. تمام طيب طيب، هو عشان احنا لسه ما عملناش حاجه، يعني ما رفعناش حاجه، مفيش مشكله. كان حضرتك ممكن تعمل ملف جديد، فولدر او مستند وورد، اكسل، باوربوينت. تمام جميل. خلي بالكم احنا ما طلعناش من تيمز، قاعدين فيه، كل الحاجات دي بنعملها في مكان واحد، وده الميزة اللي بينفرد بيها فريق تيمز او تطبيق تيمز. ان انا اعمل ابلود، اعمل ابلود ان انت هترفع من الجهاز بتاعك ملف معين، تمام، تعمل له ابلود، يقول لك اهو ابلودنج وان فايل، وشغال يحمل. تمام طيب، ان انا to get a link بتحصل على رابط الفريق، تعمل له كوبي وتبعته. طيب ان انت to add storage، ان انت تضيف مخزن لحضرتك، المخزن الافتراضي بتاعنا اللي احنا بنجيبه منه اللي هو الوان درايف. لا حضرتك ممكن تضيف مخازن تانية كمان، ده حتى أنا ممكن أضيف جوجل درايف عادي جدا أهو، هيعمل لي نافذة تانية وخليني أساين إن بجيميل أو بجوجل، وأشوف وأعمل أقول والله ده المخزن بتاعي عشان تعمل منه أبلود أوتوماتيك بعد كده لما أنا أختار. تمام، أنا هسكيب الخطوة دي، أنا عملتها بالفعل عملي وضافت، أنا مساين إن على جوجل فكان هيدخلني أوتوماتيك. انا دلوقتي حالا لسه رافع ملف، نفس الفكره اللي احنا شفناها في الكونفرسيشن، ان حضرتك بتفتحه اونلاين ولا في الشير بوينت، ان انت تو كوبي تو موف، يعني لو عامل الفولدرات، ان انت تو داونلود تنزله تاني او تحذفه او تعيد تسميته او تاخد لينك ليه عشان تبعته لحد. ده بالنسبه لاي ملف حضرتك هتعمله هنا، سواء انشاته انشاء يعني كده، او حضرتك عملته ابلود او رفعته من على الجهاز عندك. طب تمام، بعد كده التابة التالتة الأهم اللي هي الكلاس نوت بوك. الكلاس نوت بوك هو كان الحقيقة معاده في الشرح النهاردة، تمام، لكن لظروف معينة كلاس نوت بوك اتأجل لحد بكرة، عشان كده أنا ما كنتش عامل حساب إن أنا هشرح حاجة في كلاس نوت بوك خالص، على أساس إن هو هيتشرح قبلي. لمحة سريعة بس، يحمل كلاس نوت بوك. كلاس نوت بوك هو فيه مميزات كتير أشبه بالوان نوت، يعني هو نفس الوان نوت ونفس الفكرة بتاعته ونفس الإمكانيات بتاعته، بس خاص كقالب أو تمبلت جاهز للفصول الدراسية. تمام كده، أول ما هتفتح الكلاس نوت بوك بتاعت أي فريق حضرتك أنشأته، هيفتح لك بالوضع الافتراضي ده، انه هيقول لك سيت اب وان نوت كلاس نوت بوك، يعني حضرتك هتبدا انشاء الوان نوت بتاع الفصل بتاعك. تمام، اقول اتفضل.
هقول لك والله احنا اوتوماتيكلي عملنا لك التالي، اني قسمنا لك النوت بوك بتاعتك او دفتر الملاحظات بتاعك الى 3 اقسام، تمام؟ مش هتكلف في اكتر من كده عشان ما نحرقش محاضره بكره. كولابوريشن سبيس اللي هي مساحه التعاون، والكونتنت لايبراري اللي هي مكتبه المحتويات، وستودنت نوت بوك ملاحظات الطلاب. نبدا من تحت ونقول ان ستودنت نوت بوكس ملاحظات الطلاب اللي حضراتكم شايفينها دي عباره عن مساحه خاصه لكل طالب يشتغل فيها، كل طالب لوحده، الطالب ما ينفعش يشوف ملاحظات الثاني. طيب الكونتنت لايبراري المحتوى بتاع المكتبه انا بنشر فيه الكورس او برش الماده العلميه اللي انا عاوز ادرسها للطلبه بتاعتي. كولابوريشن سبيس. ان كل اعضاء الفريق الشغل بتاعهم هيتخزن في المكان بتاع مساحه التعاون دي، تمام؟ خلاص. طيب الكولابوريشن سبيس او مساحه التعاون، المدرسين دورهم ايه والطلبه دورهم ايه؟ المدرسين في مساحه التعاون كان اديت، يعني هم اللي بيقدر يحرر المحتوى، تمام؟ والاعضاء كمان ممكن يحرر فيها المحتوى، كويس. الكونتنت لايبرري قال لي مكتبه المحتوى دي اللي هو الجزء ده المدرسين فقط هم اللي بيحددوا او بيحرر، يعني يعدل يضيف يحذف المحتوى اللي موجود من الكورسات، لكن الطلبه تشوف فقط، الطالب يشوف المحتوى الموجود فقط. سيرت نوت بوكس لملاحظات الطلاب، ان المدرسين تحرر والطلبه تحرر كل واحد محتواه فقط، تمام؟ وما يقدرش الطالب يشوف محتوى طالب آخر. ده لمحة سريعة، وإن شاء الله بكرة هنتكلم في الموضوع ده باستفاضة، تمام؟ هنلاقي مع بعض كده إن هو بعد كده بدأ يجيب لي السكشنز والصفحات، بعمل لي جزء افتراضي وغيره برضه أنا مش هتطرق ليه، بسيبه بقول له ابدا كرييت، انشئ لي النوت بتاعتي. هيبدا انشئها لي، هيفتح لي وان نوت قدامي بس قالب جاهز، تمام كده؟ بس دي الفكره. اساينمنت اللي هو جزء التكليفات اللي هو بنسميه احنا الواجب، يعني لو في اختبار معين، لو في واجب معين، تكليف معين، مشروع معين عمله الطالب، عمل المدرس، كلف فيه الطلبه، بيبقى هنا التكليف ده هيبقى ازاي؟ تمام. طيب في assignments؟ لا ده جديد، مفيش. to create انشئ assignment او اختبار، يعني بمعنى اصح new assignment ولا new quiz زي ما حضرتك عايز. وكمان في خيار from existing، يعني لو حضرتك في assignment موجود في فصل تاني وعاوز تجيبه هنا برضه مفيش مشكلة، هتقول from existing، تقول له اهو فتح لي النافذة دي، تمام؟ النافذة دي فيها الفرق اللي موجودة. طب حضرتك فيها assignments عشان ناخدوه ونعمله له، يعني نستعينه بيه كassignment أو كتكليف أو كواجب معين للفريق بتاعنا، مفيش مشكلة لو هو موجود أوكي ناخد منه أوتوماتيك، هياخد صورة منه هنا. طيب لو انا هقول له create new assignment هيبدأ يحمل معايا، بس نشوف هجيب لي الخيارات دي. التاريخ والوقت، تمام، بتاع فتح التكليف ده،
تمام، وهتبدأ حضرتك تكتب العنوان، وهتبدأ تكتب التعليمات، التكليف بتاع حضرتك، تمام. في بعض الحاجات انا ممكن اعملها، زي ان انا to add a rubric، تضيف معايير معينة، to upload او to add new، او في بعض المصادر التعليمية اللي حضرتك عاوز تضيفها، تجيب مصدر من الون درايف او من كلاس نوت بوك، او تضيف رابط او ملف معين يستعين به الطالب عشان يؤدي المهمة بتاعته. طيب ده بالنسبة لـ new assignment. بعد ما تخلص التكليف بتاعك وكتبت التعليمات بتاعتك في البوكس هنا وحررتها وتمام، هتقول له والله save. اوكي طيب، بالنسبة للكويز، الكويز اوتوماتيك هيفتح لي فورم، انا مساين ان على 365، فاوتوماتيكلي فتح لي الفورمز بتاعي، وجاب لي الفورم بتاعي، بيقول لي choose a form or create new form. حضرتك تعمل فورم جديد من غير ما تتحرك ولا تنتقل ولا تروح لتطبيق فورم، لا هو جابه لك لحد عندك لحد هنا، تمام. او هتختار من الفورمز اللي موجوده عندك، اوكي، قول نيكست. هسيف، اوكي، او تقول بعد ما اضيف تاب. لو تفتكروا ساعه ما رحنا عند الستور في بدايه كلامنا، بدايه المحاضره، وبدا يفتح لي الابس او التطبيقات اللي انا ممكن اتعامل معاها وعاوزها في ايه، قال لي هي دي التابات اللي حضرتك ممكن تضيفها. ممكن التاب بتاعتك يبقى ملف بي دي اف، ملف ون نوت، فورمز، اكسل، تمام كده. طيب الحته الاجمل والاجمل انه ممكن كمان تضيف، الاجمل بعد كده ان انا ممكن اضيف موقع الكتروني. يعني مثلا انا لو مثلا بتكلم في او عملت فريق معين للطلبه بتوعي انا، والفريق ده مثلا انا بدرس ماده علوم، وبعدين الفصل عملت فصل فريق للفصل بتاعي، وبدات لقيت موقع معين ناشر درس بشكل ممتاز عجبني، فانا ممكن اضيفه لهم هنا من غير ما يتحرك ولا يروح للموقع، لا اخليه هنا مفيش مشكله. طب حضرتك هتعمل ايه؟ قال لي هيفتح لي، مجرد ما اخترت انت التابه هيفتح لي النافذه دي، بيقول لي اختار ويب سايت، عاوز تسميه ويب سايت، تاني خطوة معلش من الأول، إنترنت سيرش،
تمام. هنا بيقول لي الموقع اللي حضرتك عاوز تضيفه كتاب، هات لي اللينك بتاعه او الرابط بتاع اليو ار ال. هكون انا طبعا دخلت على موقع زي ما انا عملت، سبته وعملت وجبت الرابط نسخ، قول له اتفضل الرابط اهو. في خيار هنا مكتوب تحت اهو post to the channel about the tab، يعني اعمل منشور على القناة اني انا عملت تابة جديدة واسمها كذا. العلامة دي انا ممكن لو شلت التشيك من جنبها ان هو مش هيعمل منشور، هيضيف التابة بس ما مش هيعمل منشور، هيتفاجئوا بيها لانها موجودة يعني. تمام، انا لو عملت بوست هروح بعد ما اخلص ويسيف هلاقيها في الكونفرسيشن موجودة، كأن انا يعني ايه دخلت في المحادثة وقلت لهم يا جماعة انا عملت كذا. تمام، وادوس سيف، هياخد وقت صغير عشان يسيف. تمام، الشبكة. تمام، المفروض لو انا جايب ال URL بشكل سليم والشبكة عندي شغالة يعني تمام، بمجرد حضرتك ما هتفتح التابة دي هيفتح لك جوجل اللي حضرتك انت جبته. تمام، لو انا جيت موقع مثلا ويكيبيديا ناوي حاجه معينه، نشر حاجه معينه عن موضوع خاص بي، انا خدت اللينك بتاع الموقع وكتبته سميه وكده. تمام، طيب رحنا عند الفريق في القناه جنرال، وجدنا ان انا بوست ليا اهو بيقول ان انا نشرت عملت تابة جديدة وسميتها الاسم ده. التابة دي عبارة عن ويب سايت وادي العلامة بتاعته، والويب سايت ده هيروح عليه هيفتح له. تمام، طيب عذرا ثانية هرجع لحضرتك على طول فورا اهو. طيب بعتذر عن التأخير والإطالة. تيمز من التطبيقات اللي ممكن الواحد ينسى نفسه هو بيحكي فيها، يعني أنا دلوقتي بحاول ألم الدنيا سريع سريع عشان المحاضرة ما تاخدش وقت أطول. جزئية بس أخيرة عذرا على الإطالة، يعني اللي هي جزئية الإعدادات، يعني تحت اللي هو جوين أور كريت تيم جنبها على طول في ترس صغير كده اللي هو ترس الإعدادات. الاعدادات ده اللي بيختلف عن اعدادات اللي عند البروفايل وعن الاعدادات اللي هم 3 نقاط اللي خاصه بكل فريق، ان هو بس هيجيب لي الفرق اللي انا منضم ليها او الفرق اللي انا انشاتها بالفعل قدامي كلهم، وهبدا اعمل مجموعه عمليات جدا. يعني مثلا على سبيل المثال ده الفريق جايب لي الفريق والوصف بتاعه، وحضرتك صفتك ايه بالنسبه للفريق ده، اونر ولا ممبر يعني عضو ولا مالك للفريق
وعدد الأعضاء اللي موجودين فيه ونوع الفريق، هل هو عام ولا خاص؟ تمام. طيب برضو الخيار اللي كان متاح ليا هو أنا إن أنا أخفي الفريق ده أو إن أنا أظهره، اللي هو علامة الرؤية اللي موجودة جنبي دي، وبعد كده الثلاث نقاط تقصد كل فريق، مفيش فيها اختلاف، مفيش أي اختلاف عن الخيارات اللي كانت موجودة دي. تمام. الفريق ده أنا اللي عامله، ممكن أحذفه، ممكن أعدل الفريق اللي فيه، ممكن أضيف قناة أو أضيف شخص أو أدير الفريق كليا. طيب ده كان تطبيق مايكروسوفت تيمز، ودي كانت آخر جزئية فيه. أتمنى ما أكونش أطلت على حضراتكم، ويا رب تكون المحاضرة فيها إفادة، وبشكر حضراتكم جدا جدا، وهنسيب الوقت المتبقي للمحاضرة لأسئلة حضراتكم أو استفساراتكم. بشكركم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.